السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. في درس سابق تحدثت عن التقسيم في المنحل بخليتان متجاورتان ونجحت العملية، وسوف أثبت لكم ذلك في فيديو قادم. لكن تقسيم آخر ومن نوع آخر سأعرضه عليكم اليوم. قمت بتقسيم خلية كبيرة إلى ثلاثة أقسام، والرابع هو الأم، على بيوت طوارئ وفي نفس المنحل. فهل ستنجح العملية كذلك؟ والموقع غير الموقع، قمت بنقل إلى جهة شرقية من جهة جنوبية. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وإثبات نجاح العملية سيكون في الجزء الثاني إن شاء الله. كما تشاهدون هذه الخلية أمامكم، نقوم بنقل أو نقوم بالتقسيم، نقوم بالفتح على الوسط مكان بيوت التطريد. طبعا هذه الخلية فقدت مالكتها، هذا إطار يوجد به عسل، سنقوم بوضعه في الخلية الأولى. هذا الإطار الثاني يوجد فيه بيوت إحلال كما تشاهدون، سنقوم بوضعه في الصندوق الثاني. الإطار الثالث هو البيت الملكي، موجود مع حضنة. وهذا الآخر بيت ملكي، سنضعه في الخلية رقم واحد. أصبحت الخلية رقم واحد فيها إطار من العسل مع النحل، والإطار الثاني نحل وحضنة مغلقة. هذا الإطار الرابع. مجموعة من النحل وعسل، سنضعه على الجدار مع الإطار السابق. أصبح في كل خلية إطاران، إطار عسل وإطار فيه البيت الملكي وقليل من الحضنة. نتأكد فقط من الله، هذا فيه عسل ونحل. أصبح الآن لدينا ثلاثة إطارات في الخلية الثانية.
نقوم بوضعه في الخلية الأولى، عبارة عن عسل ونحل. أصبح في الخلية الأولى والثانية 3 إطارات من النحل مع البيوت الملكية في كل واحد. نتأكد فقط من الإطار إذا كان فيه بيت ملكي، أو إذا كان يوجد ملكات، أو من باب التأكيد فقط. قمنا بنفض داخل الخلية رقم 1 وإعادته إلى الخلية الأم. إطار فيه قليل من الحضنة في الجوانب، ندقق فقط. نوجد فيه بيت إحلال، عفوا بيوت طوارئ. نعود إلى الخلية حتى نضعه في القسيم الثالث. سنحضر الآن صندوق أو خلية فارغة، عفوا نقوم الآن بالإغلاق. كذلك نغلق الخلية الأخرى. نقوم بإزاحة الصندوقين أو الخليتان لنضع الخلية الثالثة. نقوم برفع الإطار السابق الذي يوجد فيه البيت الملكي. نقوم بوضعه بالخلية كما قلت لكم للتأكيد فقط. لا يوجد بيت ملكي آخر أو لا توجد ملكة. هذا فيه عسل وقليلا من النحل. نقوم بضم الإطاران مع بعض. هذا فيه حضنة، أغلقه.
كذلك يوجد طيف ملكي. نقوم بترتيب الإطارات بس في هذه الخلية. الآن سنقوم بدعم الإطارين في بعض النحو. ننفض الإطار الداخل. نعيد باقي الإطارات. نقوم بنفض الآخر. حتى نستفيد من النحل الحاضن أكثر. إذا اكتفينا بإطارين ونفض إطارين آخرين في الخلية أو الصندوق أو القسيم رقم 3. الآن نحضر الغطاء ونغلق الخلية الثالثة. طبعا ما ترونه في كل الأغطية هذه عبارة عن بيانات الخلية التي أقوم بالتسجيل عليها. نغلق الخلية الثالثة في الغطاء الخارجي. الآن نقوم بدفع الإطارات إلى الأمام. إطارات الخلية خلية قوية ومجيشة. الآن كما تشاهدون 3 خلايا أو 3 تقاسيم. الأول والثاني والثالث. سنقوم برفعها إلى الجهة الشرقية من المنحل، وبإذن الله نوافيكم بالجزء الثاني عن مدى تقدم الخلايا الثلاث. انظروا، قمت برفعها إلى الجهة الشرقية من الجهة الجنوبية في نفس المنحل. لا داعي للسفر والابتعاد عن المنحل، التقسيم في نفس المنحل. وهذا هو الفيديو الثاني الذي يثبت أننا يمكننا التقسيم في نفس المنحل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مسافات بعيدة. إن شاء الله تكون وصلت المعلومة. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.